بعد نحو 10 سنوات من القتال بجانب الجيش السوري في محافظة دير الزور شرقي سوريا، كفأت الحكومة السورية مؤخرا قائد ميليشيا الدفاع الوطني فراس الجهام المعروف باسم فراس العراقية بمنصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة الذي يعتبر الممثل الرياضي لمناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور، حيث أعلن نادي الفتوة في بيان نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك تعيين فراس العراقية في منصبه الجديد بعد أن شغل لنحو 1.5 عام منصب رئيس مجلس إدارة النادي رغم بعده عن أي قدرات أو مؤهلات لشغل هذا المنصب. فمن هو فراس العراقية؟ وما الهدف من تعيينه ممثلاً عن نادي رياضي؟ ينحدر فراس العراقية البالغ من العمر 40 عاماً من بلدة البحرة شرقية دير الزور. برز اسمه عام 2011 من خلال عمله لصالح الأجهزة الأمنية في محافظة دير الزور ومساهمته في قمع المظاهرات السلمية هناك واعتقال العشرات من المتظاهرين. عرف قبل تأسيس ميليشيا الدفاع الوطني بأنه أحد أكبر مروجي تجارة المخدرات والحشيش في المنطقة، إضافة لقيامه بالعديد من عمليات النصب والسرقة والدعارة. وأنشأ العراقية ميليشيا الدفاع الوطني في محافظة دير الزور التي كانت تتبع للواء محمد خضور المسؤول العام عن العمليات العسكرية في المنطقة الشرقية آنذاك، وانتدب كيادا يمنى للخضور بهدف القيام بعمليات التشبيح وملاحقة المعارضين للحكومة السورية بدير الزور. أما عن الهدف من تعيينه كرئيس فخري لأحد أعرق الأندية الرياضية في سوريا، فجاء ذلك للتحسين من صورته في سبيل توسيع استثماراته ومراكمة ثروته على حساب المدنيين، حيث سبق وأن تمكن من خلال منصبه السابق في نادي الفتوة من الحصول على عقود استثمارات وتعهدات كثيرة داخل مدينة دير الزور، وخاصة في مجالات مشاريع الصرف الصحي وإعادة الإعمار في المنطقة. كما يعد فراس العراقية واجهة لعدد من المسؤولين في المحافظة وعلى رأسهم محافظ دير الزور الحالي فاضل نجار. فراس العراقية هو حالة ليست بالفريدة بين أندية كرة القدم السورية التي طالما استغلها مؤخرا أصحاب النفوذ في سوريا إما لتبييض الأموال أو توسعة النفوذ، وهو أمر يعتبره المحللون الرياضيون أحد أبرز أسباب وصول الدوري السوري الممتاز إلى درجة الحضيض، والذي انعكس بدوره على المنتخب السوري الذي خيب آمال ملايين السوريين في تصفيات كأس العالم الماضية.